السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد لتور اكس 95 الجديدة كليا واللي تطرح لأول مرة في السوق المصري. تعرف على كل التفاصيل المتعلقة بجيتور اكس 95 وبعد كده نكمل الريفيو بتاعنا. جيتور اكس 95 2022 العربية تطرح من خلال وكيل علامة جيتور الصينية والتابعة لعلامة شيري الصينية العملاقة المعروفة من خلال وكيلها في مصر نور الدين الشريف، بتطرح بفئتين. فالنهاردة هنتكلم على أبرز الاختلافات ما بين الفئتين اللي بتنزلون من العربية، وهنتكلم كمان على أهم الأوبشنز الموجودة هنا في الفئة الأعلى. وانت يا ناس كتير يعني كانت بتسأل هل فعلا العربية بما إنها صناعة صينية، ويمكن السؤال بقى هل العربية تستحق ولا لا تستحق، هل فعلا الفرق ما بين الفئتين يستحق فرق السعر ولا لا. جيتور من علامات المميزة أو البريميوم اللي نقدر نقول عليها من علامة شيري. مبدئيا كده عندنا اثنين مساعدين بيساعدوك في رفع الكبوت الكبير والضخم. تاني حاجة عندي عزل كامل موجود هنا في بطن الكبوت علشان يعزل الصوت والحرارة الناتجين عن المحرك عن بقية جسم العربية. تالت حاجة اتكلمنا عنها في المقدمة وهو العزل الكامل الموجود أسفل المحرك. آخر حاجة بقى مهمة جدا بالنسبة لي الحقيقة، وهو ان انت مش شايف اي حاجة من الموتور. الموتور كله متقفل عليه بشكل كامل من الفيبر او البلاستيك الاسود علشان مفيش اي تعامل يتم مع المحرك باستثناء من خلال التوكيل. هنلاحظ ان في عندي اماكن بس مفتوحة هنا او مش مفتوحة، يعني ليها غطاء ممكن تتعامل معاها، اللي هي الاجزاء اللي ممكن تتعامل معاها بشكل يومي او لا قدر الله في حارة الطوارئ. منها مثلا البطارية، في جزء هنا خاص بالبطارية ممكن اشيل الكفر بتاعه واتعامل مع البطارية بعد كده ارجع اقفل بالشكل ده. في كمان جزء موجود هنا علشان العمة وعلشان مقياس الزيت بتاع الموتور برضو، وبرجع اقفله بالشكل ده. وعندي جزء ثالث هنا موجود عشان قربة المية، والجزء الرابع اللي موجود هنا عشان قربة المية بتاعة المساحات. الموتور بقى اللي موجود تحت الكفر ده موتور 1600 سي سي او 1.6 لتر تيربو تشارج جي دي اي دايركت انجكشن، متوفر على نقل حركه اوتوماتيكي من 7 سرعات دي سي تي او دول كلتش ترانسميشن. المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه 197 حصان، وبتطلع عزم 290 نيوتن متر عند 2000 لف. وزن العربيه مش عارفين الاداء بتاعها عامل ازاي، وزن العربيه هنا بنتكلم في طن 680 كيلو تقريبا، فيعني وزن العربيه مش خفيف. بالنسبه بقى لنظام التعليق الامامي بيجي ماكفيرسون، والخلفي اكيد طبعا لازم بحجم العربيه دي فاكيد بيجي مالتي لينك منفصل. مقدمه العربيه ونتعرف اكتر على الاوبشنز الموجوده فيها. يلا بينا. الناس اللي متابعه علامه جيتور في السوق المصري فاكيد شافت الاكس 70 الاخت الصغيره دي الاكس 95، واكيد لاحظت التشابه الكبير في الخطوط التصميميه وتحديدا في مقدمه العربيه هنا ما بين العربيتين الاكس 70 والاكس 95. لكن اكيد في شويه اختلافات وابرزها طبعا الفوانيس الاماميه. شكل الفوانيس الاماميه هنا في الاكس 95 بيبقى سليم اكتر او شكله مميز اكتر. عندنا اختلاف وحيد في مقدمه العربيه ما بين الفئه الثانيه اللي معانا النهارده والفئه الاولى، وهي الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا. الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا في الفئه الثانيه طبعا معاها كاميرتين جانبيتين وكاميرا خلفيه، يبقى اكيد عندنا منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه، وده مش موجود في الفئه الاولى. الفئه الاولى بيبقى فيها كاميرا خلفيه وحيده. تطعيمات الكروم اللي موجوده واللي بتشكل فريم حوالين الشبكه الاماميه اللي حجمها كبير جدا. نلاحظ كمان الترم الكروم اللي موجود في المنتصف هنا، وفي نص منه في كلام او كلمه جيتور اللي موجوده هنا. نلاحظ كمان ان الفريم في الجزء العلوي بتاعه بيكمل زي رمش موجود كده فوق الفوانيس الاماميه اليمين والشمال، بالاضافه كمان لتطعيمات كروم موجوده حوالين الاضاءه النهاريه اللي موجوده هنا، واللي هي تقريبا هي او نفس الشكل بتاع الاكس 70 الاضاءه النهاريه بتاعت الاكس 70. طيب بالنسبه للاضاءه في العربيه، ففي الفئتين سواء الاضاءه الاماميه او الخلفيه بتيجي فول ال اي دي تكنولوجي بالكامل، مفيش فيها اي اختلاف. الاضاءه بتاعت الاشارات بتيجي ديناميك او متحركه داخل الفانوس الامامي، سواء الاضاءه او عدسات الاضاءه الاماميه اللي هي بتبقى الاضاءه المنخفضه او الاضاءه المرتفعه بتيجي ال اي دي بالكامل. عندنا 4 عدسات، 2 منخفضه و2 مرتفعه، بالاضافه كمان لاي اضاءه تحذيريه خاصه بالفرامل في الخلف او الاضاءه الرئيسيه في الفرامل او الفوج لايت الموجوده في الخلف بالكامل كلها بتيجي ال اي دي في الفئتين، مفيش فيها اي اختلاف. عندنا كمان سنسور ركن اماميه موجوده على الجنبين من الاكسدام الامامي، وموجود برضو في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف، بالاضافه كمان للتصفيح الكامل اسفل المحرك. الديفيوزر الامامي بيجي من قدام العربيه بلون رصاصي فاتح زي ما احنا شايفين، وعلى الجنبين بيبقى من البلاستيك الاسود المط، وبيكمل معايا للعتب بتاع الابواب. اما اقواس الكاوتش فبتكون من البلاستيك ولكن بنفس لون العربيه اللي بتيجي مع الجيتور هنا الاكس 95. في الفئتين برضو مفيش فيها اي اختلاف. عندنا اختلاف وحيد
ما بين الفئه الثانيه والفئه الاولى فيما يتعلق بنقل الحركه تحديدا. هنا بقى في جنب العربيه عندنا اختلافين اساسيين ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه. اول اختلاف اهو انتوا شفتوه، المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه هنا في الفئه الثانيه فيها شويه اوبشنز زياده عن اللي موجوده في الفئه الاولى. مبدئيا الضم بتاعها بيكون اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه، وده مش موجود في الفئه الاولى، بالاضافه كمان للبلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء. ده برضو احد عوامل السلامه والامان الموجوده هنا في الفئه الثانيه، مش موجوده في الفئه الاولى. بالاضافه كمان طبعا للكاميرا الجانبيه اللي موجوده هنا مع الكاميرا الاماميه والخلفيه علشان تدينا منظومه رؤيه 360 درجه، وده احد برضو عوامل السلامه والامان الموجوده في الفئه الثانيه. بالاضافه كمان للاضاءه الترحيبيه الموجوده هنا بتديك كلمه جيتور على الارض، وده برضو موجود في الفئه الثانيه بس. عندنا كمان بعض الاوبشنز بقى الموجوده والمشتركه ما بين المرايات الجانبيه في الفئتين، منها على سبيل المثال التعتيم الذاتي الموجود في المرايات الجانبيه، بالاضافه كمان للسخانات الموجوده في المرايات الجانبيه، بالاضافه كمان للاشارات الجانبيه الال اي دي الموجوده والمثبته على ظهر المرايات الجانبيه هنا، مع تطعيمات الكروم اللي بتدي منظر جمالي للمرايه الجانبيه. ده كلها موجوده في الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف، بالاضافه طبعا كمان للضبط الكهربائي من جوه العربيه. الاختلاف الثاني اللي موجود في جنب العربيه معانا هنا هو موجود في الجنط. الجنط هنا مقاسه 20 انش، بيجي تو تون، مناقشه مختلفه عن الجنط اللي موجود في الفئه الاولى اللي مقاسه 18 انش، لكن برضه بيجي تو تون في الفئه الاولى، ما فيش فيه اختلاف. رصاصي فاتح مع رصاصي هاد. ارتفاع العربيه عن الارض 21 سم، ارتفاع كافي ومناسب جدا للطرق المصريه. طول قاعدة العجلات 2 متر 85 سم ارتفاع، اولموست تقريبا، او بنتكلم في طول اولموست تقريبا 3 متر، وطبعا ده طول بينعكس بشكل كبير على مقصورة الركاب من جوه. بنتكلم في عربية 7 راكب، فأكيد بتشوف الركاب فيها براح ووسع جامد جدا. هنتكلم عنها طبعا شيء من التفصيل. الطول الكلي للعربيه برضو العربيه مش صغيره خالص، حجمها كبير. عندنا الطول الكلي بيلامس تقريبا 5 متر، بنتكلم فيه 4 متر 87 سم. العرض بتاع العربيه بنتكلم فيه 1 92 سم تقريبا. معانا ذلك بقيه الاوبشنز الموجوده جنب العربيه واحده. خلينا نبتدي من تحت كده. مبدئيا عندنا العتب بتاع الابواب اللي موجود هنا بيجي من البلاستيك الاسود المطي، زي ما قلت لكم ان هو كمان بنفس اللون الديفيوزر من الجنب، الديفيوزر الامامي من الجنبين، لكن ما بيكملش مع اقواس الكاوتش. اقواس الكاوتش بتيجي من بلاستيك برضو، بس بتبقى بنفس لون العربيه. العربيه بتنزل باربع الوان، ابيض واسود وبتنجاني وازرق. عندنا كمان تريم كروم موجود فوق العتب بتاع الابواب هنا، برضو بيدي منظر شيك، بالاضافه كمان لمعابد الابواب اللي بتيجي من الكروم. عندنا كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح لباب السائق فقط، وده موجود برضو في الفئتين، بالاضافه كمان لزرار الستارت ستوب انجن. عندي كمان تريم كروم موجود اسفل الازاز الجانبي، عامل زي خط كده حوالين او تحت الازاز الجانبي اللي موجود، وبيبدا يبقى عريض مع الاقتراب من باب الشنطه، وبيكمل معايا على فكره حوالين باب الشنطه. الازاز الجانبي اللي موجود هنا بيجي فميه، بالاضافه كمان للازاز الخلفي تماما بيجي فميه في الفئتين، مفيش فيه اي اختلاف. الروف راكس بتيجي لونها ميكس ما بين اللون العربيه اللي جنب من هنا، بالاضافه كمان للجزء اللي في النص ده بيجي باللون الرصاصي الفاتح، وده برده مشترك في الفئتين. فنتنقل لظهر العربيه ونتعرف على اهم الاوبشنز اللي فيه واهم الاختلافات ما بين الفئتين، لان في اختلافات في الجنب، صحيح مش كبيره قوي ولكن في اختلافات. ظهر العربية هنا مفيش فيه غير اختلاف وحيد في التجهيز، وتحديدا المتعلق بطريقة فتح باب الشنطة. مع ذلك كل التجهيزات واحدة ما بين الفئتين في ظهر العربية، مفيش فيه اختلاف. مبدئيا انتنة زعنفة القرش او الشارك فين السبويلر الموجود هنا. عندنا كمان الإضاءة التحذيرية الخاصة بالفرامل اللي بتاخد شكل كلمة جيتور. هنلاحظ كمان طبعا ان هي الإضاءة بتاعتها بتزيد لما بتدوس على الفرامل. الإزاز الخلفي بيجي فوميه، جواه سخانات عشان الشبورة والضراب، مع مساحة خلفية وليها رصاص طبعا موجود هنا. هنلاحظ كمان كلمة جيتور المكتوبة هنا بحروف حجمها كبير إلى حد ما، طبعا بتفكرنا بنفس الكلمة المكتوبة على ظهر الاكس 70 اختها الصغيرة، وموجودة طبعا ما بين الفانوسين اليمين والشمال الخلفيين. الفوانيس الخلفية بتيجي الإضاءة الرئيسية بتاعتها LED، وطبعا الفانوس بيبقى مثبت بالكامل على باب الشنطة، يعني وقت ما بتفتح باب الشنطة الفانوس كله بيترفع مع باب الشنطة. باب الشنطة طبعا حجمه كبير، هنشوفه دلوقتي. الكاميرا الخلفية اللي موجودة هنا تبقى كاميرا وحيدة في الفئة الأولى، أما هنا بيبقى معاها 3 كاميرات عشان منظومة الرؤية 360 درجة. ننزل لتحت كمان، هنلاحظ ان الاكسدام الخلفي بيجي ميكس الوان، مبدئيا كده من فوق بيجي بنفس لون العربيه. تنزل لتحت شويه هتلاحظ ترام كروم مثبت على الاكسدام الخلفي. الترام ده بيبقى واصل ما بين
الاشارات اليمين والشمال. طبعا الاشارات الجانبيه بتبقى بالاضاءه بتاعتها بتبقى هالوجين، كمان الفوج لايت الخلفيه الاضاءه بتاعتها بتبقى هالوجين. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ جزء كده شريطه موجوده من البلاستيك الاسود المط، وبترفع من هنا وبتبقى تخينه كمان او بتعرض من الجناب. الشريطه دي مثبت عليها سنسور الركنه الخلفيه الموجوده في الفئتين، برضو ما فيش فيها اي اختلاف. تنزل تحت شويه بقى هتقابل السبويلر الخلفي المثبت عليه فتحتين الشكمان الحقيقيين مش الفيك، طبعا حواليهم فريم من الكروم او فريم من اللون الفضي اللامع. باب الشنطه بقى، هنا بقى القصه كلها. هنا في الفئه الثانيه باب الشنطه بيفتح كهربائيا من خلال سنسور للرجل او من خلال زرار موجود او من خلال زرار موجود لي على الشاشه الوسطيه اللي موجوده هنا. كده بقدر افتح باب الشنطه بسنسور الرجل، ده طبعا ده اوبشن موجود، او بشكل عام الشنطه هنا بابها كهربائي، ده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. نيجي بقى لمساحه الشنطه. طبيعي جدا الكلام اللي انا هقوله ده في اي عربيه سبع ركن. مساحه الشنطه في حاله انه الصف الثالث من الكراسي قائم او مستغل بشكل ما، هتلاقي ان مساحه الشنطه هنا طبعا صغيره بتبقى 103 لتر. طيب لو انا حبيت اتني الصف الثالث من الكراسي هتزيد مساحه الشنطه معايا، هتبقى حوالي 1134 لتر. طيب ممكن كمان اتني الكنبه الخلفيه اللي هو الصف الثاني من الكراسي عشان تبقى المساحه اولموست تقريبا 2000 لتر بالظبط، 1980 لتر. طبعا مستغله بشكل كامل. عندي كمان جزء تخزين هنا، جزء صغير هتلاقوا فيه العده الخاصه بيه الاستبن، لكن طبعا مفيش استبن هنا، الاستبن بقى موجود اسفل العربيه. في كمان مدخل 12 فولت 120 واط هنا برضو في شنطه العربيه، وطبعا بتستغل موجوده في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. بنقفل الشنطه بزرار من هنا مع وحده اضاءه ال دي موجوده على اليمين والشمال طبعا. طيب تعالوا بقى نركب.